صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله كويسين وطيبين وسالمين في أحسن حال في كل مكان. المتابعونا واللي حينضموا لنا بعد شوية في هذا الصباح، نتمناه صباح جميل للكل في حضرة الموسيقى وفي حضرة الكاشف. هنتكلم كلام كثير عن موسيقانا ومشاكل موسيقانا اللي ما بتنتهي أصلا. وعشان كده معانا ضيفين الليلة، حيكون صاحبونا في الحلقة دي عشان نتكلم في فنوننا بشكل عام وفي موسيقانا بشكل خاص بكل وضوح لتطويرها بالضرورة، يعني لأنه دي لها الشأن اللي حيتكلموا عنها بالشكل المناسب. أنا سعيد جدا بأنه أرحب بالموسيقار الكبير محمد حامد جوار. محمد حامد جمار، ما أدراك ما وسميت. الله يديكم العافية وشكرا جزيلا للاستضافة الكريمة دي أخ محمد محمود، وتحية لمشاهدي قناة الشروق، وتحية للأمة السودانية بشكل عام. إن شاء الله ربنا يدي الجميع الصحة والعافية والأمان والسلام إن شاء الله يا رب. حيصاحبنا برضو بالحوار والغناء عماد الكاشف. هو المشهور بعماد الكاشف هو عماد عبد الرحيم طبعا، لكن مشهور بعماد الكاشف. نرحب به بعد غيبة طويلة. أهلا بك، صباح الخير عليك. مرحب بك أخي محمد محمود، ومرحب بالشروق، ونتمنى أن نكون يعني ما أدري أقول خفيفين ظل الكلمة المتكررة أو العبارة المتكررة دائما، فنتمنى أن نكون يعني زي ما نكون حاجة خفيفة كده ونسعد الناس إن شاء الله. إن شاء الله نحن في حضرة الكاشف وفي حضرتك. حنسمع بالضرورة هنا للكاشف، وحنسمع بالضرورة من أعمالك الخاصة. ونبدأ بشنو؟ والله ما أعرف نبدأ بالخاصة ونبدأ بالكاشف، لأنه الناس دائما صحيح عندهم الحتة بتاعت النستلجة بتاعت السودانيين ديل، فأنا أقوم نبدأ للكاشف. ده حنتناقش فيها طبعا إن شاء الله، اللي هو السجن ده إن شاء الله. كل الجمال وهبوه لك وجعلوا السحر في
لقوك آية من الكمال في فور شاغ وطيب خصال يا من بحبك اكتفيت شكرا شكرا عماد يا اخي الله يديك العافيه يديك العافيه يا رب لسه الحوار جاي لقدام فيما يخص الكلام ده كله لكن موسيقار محمد حامد جوار هو واحد من الاسماء اللامعه جدا في عالم الموسيقى السودانيه حايز على جوائز كثيره الحمد لله في مهرجانات خارجيه وداخليه مساهمات واسعه جدا في التوزيع الموسيقي سواء كان لاغاني او اغنيات قديمه او لاغنيات جديدة واتهام واضح وصريح بأنه موسيقانا غير مرتبة غير منظمة ويغيب عنا التوزيع الموسيقي المحترف يعني الكلام ده اتقال كثير أنا ما أعرف ممكن يكون رأيك فيه شو أولا تحية مرة ثانية وشكرا لكم أهديتونا صباح جميل جدا الخضر والماء والصوت الجميل حقيقة واحدة من الـ يعني الـ يعني الكماليات بالنسبة للأغنية أو الجماليات بالنسبة للأغنية أو الموسيقى بشكل يعني أسلم إنه يتخلل توزيع موسيقي على أساس إنه توظف الآلات
بشكل جيد، وكل آلة تلقى المساحة بتاعتها عشان السمع يكون جيد، يكون يعني يعني مرتب وكده. وممكن زي ما ذكرت في كثير من ال يعني ال يعني كثير من اللقاءات إن كانت عبرنا أو عبر إخوة لينا، يعني إنه يتكلم إنه مهم جدا إن التوزيع الموسيقي يكون موجود، وخاصة الآن يعني عندنا كلية الموسيقى وفيها شباب يعني بمستوى عالي جدا وفهم وذوق بمستوى ممتاز صراحة. فدي مساحة نتمنى إنه نتجه اتجاه بتاع إنه كل ما نقدمه يكون منظم ومرتب موسيقيا، وخاصة إن إحنا شعب بنمتلك يعني 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 ثقافة غنائية موسيقية متعددة ومتنوعة. وفي نفس الوقت يمكن لا تزال الموسيقى السودانية بكر لو كان مسكنا على مستوى النغمات الموسيقية وعلى مستوى الإيقاعات، وإننا ناس متفردين، فبالتالي التفرد ده إذا تناولنا الحاجات دي بالشكل التقليدي ربما يعني ما تصل بالشكل المطلوب، لكن إن كان هناك أكيد توزيع موسيقي أكيد بتجمل الأشياء. ونحن زي ما شايفين في كثير من الاجتهادات بتاعة الشباب وقدموا حاجات جيدة يعني. فعلياً أنت في رأيك فعلياً هسه هو غايب التوزيع الموسيقي؟ غايب، ممكن نقدر نقول إنه غايب، ولا ممكن نقدر نقول إنه ما بالحجم المفترض يكون بالحجم المطلوب يعني؟ بالضبط بالضبط، يعني هو ما بالمستوى المطلوب. وما ننسى كمان يعني إنه يعني تقريباً عقدين من الزمان أو يزيد بقى ما في إنتاج خاص، بقت القنوات إذا كانت يعني فضائية أو يعني إذاعية. أنا أفتكر إنه ظلموا الشباب ديل، ظلمون في إنه لما يجي يقول لي أخي غني، وأنا أفتكر إنه أخونا الفنان عماد هو واحد من الأصوات الجيدة، لكن لما يجي يغني غنى فلان الفلان أفتكر إنه هو الظلم، لأنه دي مساحته هو، ويفترض إنه يقدم نفسه ويقدم حاجاته لأن دي الأبقى. لكن بيظل هو الكاشف الكاشف، بيظل محمد عثمان حسين مهما كان. فبالتالي أكيد إذا كانت في مساحة بتاعت إنه الناس تقدم الأعمال بتاعتها الجديدة أكيد حتجتهد فيها أعمال موسيقيا بتواكب العصر. نعم تمام. خلينا ننتقل للأعمال. قبل في إشارة ما نحن قلناها، السجنت أنت في الكاشف، حصل لك سجن اسمه الكاشف المربع ده، يعني لحد ما الحقوا به واسمك يعني انك جيت عماد الكاشف وليس عماد عبد الرحيم، يعني ما اعرف الحاجه دي، وهي طولت معك. والله شوف يا ابو احمد، اقدر اقول لك حاجه، الاستقاء من 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 الرواد ده شيء ضروري بالنسبه لاي فنان داري يبدا حياته الفنيه. طيب كويس، لازم ننهل من الرواد. نعم ضروره كويس، دي حتى يعني الناس ما اظن الناس اختلفوا فيها، مربوطه ببعض يعني ما اظن بالنسبه لي انا انا بفتكر كنت غير محظوظ، لانه اسمي ارتبط بغامه زي ابراهيم الكاشف. كويس، لكن ده يعني كان نوع من المهم تسميه وقدر تسميه اي حاجه ثانيه. طيب. انا كنت بحب الكاشف بصوره يعني لحد البعيد. واضح. انا مجموعه من اضيف حاجه، انه في الفتره بتاعت ناس عمادي كان يعني التقليد كانه شيء مستحب، وكان في كثير جدا من الفنانين الناس بيقلدوا بيغنوا لصلاح من الباديه، وحتى كان بيتصهر لي يعني بي 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 بتحصل لهم استضافات في الاجهزه يعني. معلش للمقاطعه، لكن في فترتهم دي انا بتذكر انه كان مستحب انه يقول لك فلان ده كانه الفنان فلان الفلان صوره منه، كانه صوره منه بالضبط كده. صحيح. نعم. بالمناسبه انا ما قاعد اقلد الكاشف، انا قاعد اغني للكاشف، شوف ما فرق ما بين التقليد وما بين انك تغني لفلان فلان. قد يكون في لمحه من صوتي للكاشف يعني. لكن انا ما قاعد اقلد الكاشف. ودي بتصهر في بعض الحاجات لسه حنسمعها بعد شويه. الحاجه دي ممكن تكون تحدي يعني، ممكن تكون سلاح ذو حدين،
يعني لانه الناس بالضروره بدخلوا في مقارنات ما طوال. انا هسه بتذكر والله يا اخي المقارنه هي كونه في مصلحتي انا بالمناسبه لانه حتى تديني دافع انه انا اقدم حاجه الافضل. نعم هاي لكن هي برضه فيها برضه معضله لانه الناس زي ما قلت لك عندهم النستولوجيا اللي هي الحنين الى الماضي دائما. حتى هسه احنا في قعدنا ده الناس حتقول داير لي غني لي في دي وغني لي دي وغني لي دي. والله بصراحه استمتعنا يعني عندي ذخيره من الاغنيات نعم. الخاصه موجوده واتمنى انها تلقى فرصتها يعني عموما بطريقه ولا بثانيه. يعني انت واحد من النماذج اللي ارتكزت على فنان باقامه الكاشف وعبقريه الكاشف بالتحديد هم ما كتار جدا. لكن زي ما قلت لك قبل شويه للاسف الناس دخلوهم في مقارنات فظلموهم لانه طوالي بيقول لك مثلا في زول يقول لك يا اخي نحن ما دارين كاشف ثاني ده خلاص واحد انا ما دارين كاشف انا ذاتي ما داري كاشف نحن دارين ثاني زول مختلف يعني زول جديد عشان تستمر المسيره بتاعت الغناء السوداني ده يعني نعم فما عرفت السجن ده ازعجك لي فتره والله شوف في فترة وانت اتصل حتى كده بتاع الحفلات وهنا بتاع عماد الكاشف وهنا بتاع الحاجة دي كويسة بالنسبة لنا في الفترة دي لكن بعد ما وعيت لرسالتي نعم شفت الحاجة دي يعني حتقوم يعني تحجم من حاجاتي أنا نعم بالضبط شفت كيف؟ لكن لحسن حظي أنا يعني لقيت في فترة نعم يعني الموسيقار عبد الفتاح الله جابه ربنا يديه وانا بحييه من هنا وربنا يديه الصحه والعافيه يعني زي ما بقولوا نعم غاد مسيرتي تمام وربنا يرحمه ويغفر له والموسيقار الحسن بابكر فديل انا ساعدوني كثير جدا في انه يقوم يدوني اعمال واجست صوتي في الإذاعة يعني بدري جدا عندي تسجيل بالمناسبة رسمي لحسن الصدف كان مشرف عليه أستاذ جوار نعم تذكر نعم عمل حسن بابكر و يا سلام صح في الإذاعة أيوة نعم الحان حسن بابكر إسماعيل حسن كلمات والشهادة لله يعني عماد ده جاب بشكل مختلف ومغاير يعني الكلام تقريبا 2006 2007 في الفترة تقريبا يعني حاجة تقريبا نعم حاجة زي نعم صغار الوكيل داك نحن صغار الوكيل داك قريب لنا كده يعني طيب نحن داني نقول وعد الخير نغني وعد الخير أرض الخير أرض الخير أقصد أرض الخير تمام أرض الخير فريقي مكاني مكاني وطبعا دي واحدة من الأغنيات اللي تعتبر سرة الغنى السوداني يعني نعم والله يا أخي أنا قاعد أقول دي النشيد الوطني صحيح يعني وتوزعت بأشكال مختلفة نعم أيوة من كورال كلية الموسيقى والدراما يتوزعوها ناس كتار جدا أكيد أكيد بالضبط على مستويات مختلفة طيب نحن نسمعه عشان نجي نتواصل في باقي أحوارنا تفريغ يا مكاني زمن النور والعز زماني أرض الخير فريغ يا مكاني زمن النور والعز زماني جلوس جباهم
مرضوي ما بغيب أبدا دايما باين. يا مرضوي ما بغيب أبدا دايما باين. تسلم يا عماد، الله يديك العافيه يا رب. وبعدين حنجيك راجين استاذنا محمد حامد جوار، وانت عضو في المهنه الموسيقيه بالضروره وبطبيعه الحال يعني، لكن برضو الاتهامات هنا وهناك تجاه المهنه الموسيقيه ذاته وادارتها انه ما قايمه بالدور المفترض تقوم به، ومشكله وبس. في كلام بيتقال بأن الدخول ليه سهل جدا، والحصول على البطاقة يعني أسهل ما يكون. كيف الاتهام ده ممكن نرد عليه؟ أولا مجلس المهن بالامتيازات بتاعته يعني حقيقة عنده يعني كان ممكن يرفع من قيمة الفن والفنانين في البلد دي كويس، و يعني بكل اسف انه الناس شغاله في اطار محدد. معنا الليله دي اذا بقيت مسؤول من مجموعه مهم جدا اول حاجه ابحث عن المصالح بتاعتها، حتى بعد ذاك اذا في مخالفات عاليه. نعم. ودائما لما تجي المعالجه بتاعت المخالفات دي اول حاجه يعني البيره انه هو اكبر من الـ من الـ من الـ الاداره دي او هنا، هو ده الحق بالعقاب. نعم. ويكون علن امام الناس عشان يبقى عبره للاخرين. المجلس عنده صلاحيات كبيره جدا زي ما ذكرت لك، لكن شغالين في اطار ضيق جدا، اطار بتاع الجبايه.
هذا يجي يتقدموا يطلعوا لهم قروش. فلان الفلاني اسم ما معروف ما عنده بطاقه اقبضه. طيب يعني انا افتكر انه دي هي ذاتها هي مشكله. طبعا ابحث عن المصلحه بتاعت الفنانين. صحيح. لما يحسوا بالحاجه دي يحسوا بانه الكيان ده هو حاميهم وبيحافظ على مصالحهم، هنا الحي يعاقبوا الناس اللي اصلا يعني مخالفين للقوانين. صحيح. او مخالفين للوايح. صحيح. فدي انا بهمس في اذن يعني اخواننا في المجلس. نعم. ان كان في استمراريه للمجلس بفتكر انه الناس تعيد الصياغه. نعم. تعيد الصياغه وترى يعني تخد في بالها انه نشوف مصلحه الفنانين، لانه الليله دي اديك مثال. الفنانين بيجوا المطار ونحن الان يعني جنب المطار. نعم. اللي بيجوا المطار عشان يهاجروا او يسافروا هم سفراء. نعم. فحرام انهم خلينا واقفين شايلين الاتهم وشايلين لابسين بدلهم واقفين في الصف. صحيح. دي في العالم ما في. صحيح. ما بيتفتش الفنان ده. ما بيتفتش صح؟ ما في بكل اسف اللي عندنا هنا في السودان. صحيح. وزول شغال بالحاجه دي ما في. فبالتالي وقت ما بقى في مجلس وهو اصلا كان جزء من مجلس الوزراء كويس، كان اولى انه على الاقل الزول اللي بيمشي ده حتى لو ما حاسس بقيمته لما تديه مكانته. نعم. بيحافظ عليه، بيقدم الغنى الكويس. صحيح. مظهره بيكون كويس. صحيح. سلوكه بيكون كويس. صحيح. كويس. الحاجه الثانيه ده مجلس، وكل مجلس النشاط بتاعه هو اللي عنده التصديق بتاعه. عنده التصديق النشاط بتاعه لمنسوبيه. نحن المجلس الوحيد في العالم. نعم. التصديق بتاع النشاط بتاعه عند النظام العام. طيب ما انتوا اعضاء فيه وليه ما تحركتوا؟ ان احنا اتكلمنا انا محمد خالد ورده يعني. اتكلمته ويمكن الليله دي اتمنى انه الاخوان في المجلس يكونوا سامعيني. اتكلمت لحد وصلت لحته بتاعت انه قربت الحاجه تكبه شخصيا. كويس. والان بقول انه بالصوت العالي يا مجلس المهن، وانا اتمنى صراحه انه يتحول لنقابه. يا مجلس المهن، يا اتحاد الفنانين. انا بفتكر انه التصديق بتاع النشاط بتاع منسوبيكم يكون لمسؤوليه النظام العام، ده ظلم كبير جدا، ظلم كبير جدا اول حاجه ليكم انتم. نعم. لانه الليله دي اذا قلنا مثلا ولايه الخرطوم بس، ولايه الخرطوم بس لو كان التصديق في يعني عندها المتوسط بتاعها في بالنسبه للحفلات. نعم. في اليوم قول 100 حفله من شمالها لشرقها لجنوبها في اليوم. طيب. ما قل من كده صح؟ ما قل من كده. كويس. حتى الحفلات الصغيره التصديق ده اذا بقى في اتحاد الفنانين. الجعل البسيط يعني ما يكون حاجه كبيره، لكن الجعل البسيط اللي بيجي ده. نعم. انت بتقدر ما عندك ناس كبار الاعطاء بتاعهم قله. صحيح. بدل ما يجوا عشان يجوا مثلا يعني الناس يساعدون. انت قاعدهم في مكاتب. صحيح. وأديهم خبرة. يعني بيهدوك. ده يختم. ده يكتب. ده. نعم. بتخلق لهم وظيفة وفي نفس الوقت ما بيسألوا الناس. صحيح. وعندهم علاقة بالمجال على الأقل يعني. وعندهم علاقة بالمجال. صحيح. الليلة دي يا أخي شوف في كم موسيقي، الموسيقيين تحديدا. واحدين ماتوا من الفقر، واحدين ماتوا من المرض. صحيح. واحدين اتقطعوا هذيلا قاعدين. صحيح. وما في زول بيمدلون يد العون. صحيح. الا مبادرات والله، مبادرات شخصيه يعني ومبادرات لفنانين جماعه دي حاجه شينه. هنا الفنانين في العالم هنا اللي بيمشوا بيتحركوا لليتامى للمساكين. صحيح. هم دول الفنانين، لانه ليه؟ لانه عندهم ثقل وما عندهم مشكله. بالضبط. الان الفنانين عندنا هنا هم بيستجدوا الناس. امشي للوزير فلان، امشي للفلان الفلاني. نعم. امشي للرجل الاعمال فلان، ودي حاجه شينه يعني صراحه. شنو الشروط للدخول المهن؟ شروط شنو؟ عشان اكون بدون بطاقه يعني. والله اول حاجه عمل خاص ولا علاقات عامه ولا كيف؟ طيب المجلس شروط الانتماء للمجلس كمنتسب يعني. ايوه. او كفنان دار ليه بطاقه. ايوه كفنان. عندك زي 5 اعمال خاصه بتقدمها للجنه. اللجنه بعد ذاك بتسمع الاعمال دي وبتشوف مساحتك الصوتيه. بتشوف شكل الاعمال دي، نصوصها كيف، كلامها كيف، موسيقى كيف، وبعد ذاك بتقرر اللجنه. نعم. بعد ما اذا اجيز الصوت بعد ذاك في شروط
انت بتلتزم بيها من ناحيه سلوكك، من ناحيه مظهرك، من ناحيه تناولك للاعمال. كويس. المجلس بعدك هو موسع، يعني فيه لجان بتاعه رقابه، لجان بتاعه تدريب. كويس. لجان يعني في اكثر من كم لجنه. لكن بكل اسف لجنة الرغابة شغالة، يعني كويس انه شغالة، يعني كويس. بصراحة نحن نقول افضل. لكن شنو يفترض انه باقي اللجان الثانية تشتغل على اساس انه تأهل الناس. طيب نعم لو سمحت لي، يعني نعم في عقوبات سمعناها عن فنانين كتار بالمناسبة، في عقوبات طلعت لفنانين وفنانات؟ نعم. اتنفذت العقوبات دي ولا هو قراره والسلام؟ عشان نكون واضحين يعني. والله انا زي شغالين وقاعد يغنوا يومي حفلاتهم شغاله، يعني ما في حاجه. هو طبعا اسس المجلس دور انحسر بقى مجلس الرجل الواحد. يعني الان المجلس ما موجود بالثقل بتاعه، بقى مجلس الرجل الواحد هو يامر وينهي. ودي الان انا اقول على الهواء للسيد الوزير، وزير الثقافه. لانه المجلس الان بقى تحت او مشرف عليه وزاره الثقافه. وبالمناسبه نعم وزير الثقافه من وسط سؤال ده انا قاصده بالمناسبه. وزير الثقافه اول حاجه اخ عزيز. طيب اخ عزيز وينه بيعمل في شنو بالضبط؟ بالنسبه للولايه ولا بالنسبه للاتحاد؟ بالنسبه للوزاره ذاتها. ها؟ للوزاره ذاتها بيعمل، وزاره الثقافه ذاتها. الوزير طبعا اخونا دكتور جراهام. طيب وانا هنا اقول له برضو اخ جراهام واخ عزيز، وهو من ابناء قبيله الموسيقيين. صحيح. وهو ادرى اكثر زول، يعني ممكن نقول ده اكثر وزير عارف الاشكالات بتاعت الموسيقى والموسيقيين في البلد دي. نعم. كويس. فبكل اسف يعني هو الان يعني قاعد، لكن ما في ما في يعني شيء معين. إنه والله يا ابو كمان نحن كمان زي ما قالوا يا أستاذ حامد، وخليني اتم محمد حامد. ايوه تفضل. خليني اتم. بقول له يا دكتور جراهام، الليله دي الكرسي ده ما دايم لك. صحيح. لكن دائما لك اهلك الموسيقيين والفنانين. صحيح. لانك في النهايه حترجع لهم. نعم. فبالتالي يا ريت تعمل لك قرار قوي يتحاسب لك. نعم. ولكن يا استاذ حامد اتكلم بوضوح، في ثقافه ما في زي للوزارات، اخر وزاره كذا. بعدين في ناس عندهم الاحساس كذا ولا راي بانه وزاره الثقافه دي، والثقافه ذات عباره عن ترف ساي بالمناسبه. بكل اسف. اي نتكلم بوضوح، عشان كذا ما في الاهتمام المفترض يكون بخصوص الثقافة بشكل عام. يعني بكل أسف نحن نقول الحاجة دي بكل أسف، إنه الليلة دي يعني الثقافة باعتبارها زي ما قلت طرف ولا ورأي آخر بيحرمها كمان. صحيح. يعني شوف الكارثة وين. صحيح. الثقافة دي كان بقى غنى، كان بقى تمثيل، كان بقى أي ده عنوان لوجودي أنا. كله ضروب الفنون هو بيمثلني طبعاً. أنا طبعاً. كويس. فبالتالي أنت لما تجي تلغي او تهمل، انت اهملت. ودي واحده من الحاجات الان الهويه فيها قولان. صحيح صحيح. دي واحده من الاسباب، ويفترض ان وزاره الثقافه دي هي تكون وزاره سياديه. تمام. يفترض تكون وزاره سياديه، ما تكون لانه الان المشاكل اللي في السودان دي ما مشاكل بتاعت تهميش او فقر، او المشاكل هي مشاكل ثقافيه. قلنا الكلام ده كويس. صحيح. وكثير جدا بنقول يا الساده السياسيين، أين كنتم أينما كنتم اهتموا بالثقافة في أي منطقة. وأنا دي مساحة لو سمحت لي أحيي فيها أهلنا في لقاوة، ونتمنى إنه يعودوا. أنا مشيت لقاوة مجتمع مسالم، مجتمع مترابط، ومتعايشين. دمازين وقيسان والدمازين أيضا. طبعا. كويس. النازل أنا لأنه قعدت ومشيت حسيت بالنازل عن قرب. النازل بيحتاجوا لبرامج ثقافية توعوية. صحيح. النازل بيحتاجوا لبرامج رياضية، لكن ما في زول شغال بالحاجة دي. فبالتالي انا بفتكر انه مهم جدا يا جماعه، خلونا نهتم للبرامج الثقافيه. انا كزول في المجال الفني بقول اهتموا بالبرامج الثقافيه، بتحل اشكالات كثيره جدا، بتحل اشكالات الجهل، بتحل اشكالات الفقر، بتحل اشكالات القبول بالاخر. ما دي كمان دي نقطه مهمه جدا. صحيح. القبول بالاخر دي. صحيح. ومشكله طولت، هي من الاربعينات ولا من الثلاثينات، لكن والله المشكله انها هي كل مره قديمة. بتكبر. صحيح. المشكله انها هي كل مره بتكبر، ونحن الان خايفين المستقبل. نحن 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 طبعا ما نسيناك عماد، بس الحوار مع الاستاذ ساخن، لكن جايينك برضو انت عندنا معك كلام كثير، لكن نسمع شويه نرتاح. ما انت السبب؟ انت ولا انا؟ الله يكسب. هي كلمات منو الحام منو عشان نديهم حقهم. انت السبب،
حقيقة خاصة؟ خاصة تمام. لشاعر قد يكون الناس ما معروف، لكن هو شاعر افتكر انه شاعر كبير جدا ومظلوم اعلاميا. هو الشاعر المغترب للمملكة العربية السعودية السرسي احمد. مطلع بيقول انت السبب في الشيء الجميل اللي انكتب، مداده كان اصدق شعور لا لون ولا موية ذهب، ما اصله من شفتك انا تلاشت اسباب التعب ونسيت زمان بالاه طال وشعرت بالفرح اقترب. ارتحت في عينيك كمان بالرغم من زمني الصعب، وبديت كلام الريد معاك لا مل حرفي ولا الطرب. الباقي لنا باللحن نسمع طيب. تمام. أخذ عمد
دعم مع بعض. ايوه اديك العافيه. ايوه يعني حاجه مختلفه خالص. نعم. وشخصيه مختلفه خالص. تكنيك وغنى جميل مختلف خالص وصوت جميل بالضبط خلاص. نعم. يبقى نحن نطلع من السجن. بالمناسبه نسيت اذكر انه اللحن المرحوم الموسيقار حسن بابكر يا الله يرحمه. وطبعا حسن بابكر والكلام عنه كثير في ثنائيته مع محمد. نعم. مرغني على الاقل يعني. نعم. دي حاجه ما بتتنسي. الاختراب لكن شويه برضو عمل جاب بالنسبه لك. والله يا اخي معاك انا في الحته دي. الاغتراب ده مغبره الفن والفنون. نعم. لكن انا بفتكر انه اي فنان مسافر يعني بيظلم نفسه بيظلم جمهوره. لكن في اسباب برضو كثيره بتخليك تقوم تسافر يعني. نعم. وانا الحمد لله يعني غربتي ما كانت طويله بال الشيء اللي يعني المعتاد. نعم. لكن برضو أثرت في مسيرتي زي ما تقولوا. لأنه أنا قبل ما أسافر زي ما بقولوا كنت عامل ضجة شديدة جدا في الساحة الفنية. نعم. أنا ومجموعة من زملاء أولاد جيلك بالتحديد. نعم أيوة. نعم. فالمهم في حاجات برضو خلتنا النظام كان ضاغط. وكان في حرب شعواء على الفن والفنون بصورة عامة. صحيح. لدرجة وصلت جل يجلدوا الفنانين بالضبط. صحيح. فحاجة كان المهم يعني المهم واحد سافر فترة الظلام كانت صح. نعم نعم نعم. فأثرت أنا معاك في الحتة دي. استغريت أثر؟ لا مستغير الحمد لله. طبعا. استغريت شغال في جديد شغال فيه؟ لا أصلا ما وقفنا. لكن طبعا الفترة اللي الواحد بيسافر فيها بتجي تلقى قاط بينك وبين جمهورك وبينك وبين نوع الغنى اللي بتجي أول جينا لقيناه. اختلف السمع اختلف المواكبة. نعم أيوة صحيح. لكن انت طوال أنا بخليني أمشي الأستاذ حامد. وأول حاجة أنا سعيد جدا. نعم. مبروك عودة أسرار. الله يعافيك. يعني دي حاجة. نعم. الكل سعيد بها والله. نعم. عرفته والأسباب كثيرة أنت تعلمها جيدا يعني. الصوت الجاد اختيار الجاد الموهبة الجادة يعني. ورجعت أسرار نتمنى إنها ثاني ما تنقطع من الناس. لكن برضو نقدر نتكلم كلمتين في حقها وهي رجعت الآن يعني. وأنت زول علاقتك بها علاقة معروفة للجميع يعني. أسرية. أسرية. نعم. أولا قبل أمشي لأسرار خليني أحيي. نعم. الأخ عماد. وعلميا طبعا ما في صوت تيبيكال زي البصمه. ايوه هو زي البصمه. نعم صحيح. فالاغنيه دي زي ما الاغنيه اللي انا سمعتها في الاذاعه مختلفه خالص من يعني عماد الكاشف. نعم. الان الاغنيه دي هي عماد عبد الرحيم بالضبط. يعني ظهرت يعني الكلر تون حقه. نعم. واسلوبه في الاداء وكده. فانا بحييه والله وبقول لك جون. بالنسبه لاسرار هي واحده من ايقونات الغنى في السودان. صحيح. وحقيقه وقوفها يعني زي وهي واخريات يعني. نعم صحيح. ويقوفهم تقريبا كلهم يقفوا في فتره واحده يعني. عافية حسن. عافية حسن وهاجر كباشي سافرت ونبوي الملاك. وكل يعني وعبير علي وكل المتالقات دي. هي لسه ما رجعت بشكل يعني هنا يعني بعض الظروف يعني. لكن نعم. بتظل هي يعني اسرار ما الفنان ذهب والذهب لا يصدى يعني. فيعني ربنا يعني يديها الصحه والعافيه وان شاء الله تزال الظروف ترجع. طيب. نعم. طيب رايك اذا رجعت اسرار بالشكل المطلوب بالنسبه لي وبالنسبه لنا انت كموسيقار هل اسرار تقدر تواكب بعد الوقفه الطويله دي؟ نوع الغنى اختلف، المزاج اختلف، الكلمات اختلفت، الستايل ذاته اختلف. نحن يعني الفنانة السابقة في حاجات مكملة يعني. في نحن نشوف تياب عجيبة ونشوف اتيتيود عجيب. لا لكن الذوق لا يختلف. الذوق السليم بيظل هو. نعم. وال 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 يعني مقومات الغنى السليم بتظل موجودة. نعم. ما الليلة دي اشوف الساحه الان الشيء داير فيها. نعم. ما في زول بيشكرها.
مهما كان ما في ظل بيشكرك. ليه؟ لأنه يعني اختلف الغنى، والغنى بقى ما فيه مجهود، ما في يعني أنا ما بقول كله كويس، لكن الشيء الآن مرئي إن إحنا الليلة دي مسرحنا الوحيد بكل أسف بيوت الحفلة. صحيح. بيوت الحفلات إحنا بنسمع فيها كلام غريب جدا، بنسمع تصرفات غريبة جدا، يعني حتى الجمهور ذاته إن يعني مرات بتخجل تقول لأولادك إنه أنا فنان. نعم. لأنه هم بيشوفوا الحاصل. صحيح. وبيقلدوا الحاصل طبعا، والغنى دي الحاجة الوحيدة اللي بتجي بدون استئذان، وبتأثر تأثير كبير. صحيح. جدا، حتى بالنسبة للأطفال. خاصة بالنسبة للأطفال. لأنه طوالي بتقطوا الحاجة دي وبتتخزن وبتكبر جزء من سلوكهم. صحيح. وجزء من كلامهم وجزء من تصرفاتهم. يبقى معناه يا أستاذ حامد أسرار التحدي بالنسبة لها كبير شديد. والله هي زي ما قلت لك ده كله يعني هي لسه ما رجعت يعني بالشكل المطلوب، لكن أنا بقول الآن الموجودات في الساحة أنا بفتكر إنه مفروض يعلي حاجة مهمة جدا، إنه الغنى ما غنى وشال الهواء. الغنى ده بيظل موجود، بيقبى في سلوكك وبيقبى في مسخرك وبيقبى في خطابتك مع الناس، وبعد ده كله في آخرين بيتأثروا بك. كويس. فبالتالي مهم جدا الزول اللي بيجي يتناول الغنى، اللي بيجي زول من الناس يعني المؤثرين في الساحة نجوم يعني أو بيجوا من الناس الجداد، يعني خلونا نختار الغنى اللي بيحترم الذوق، والغنى اللي بتقوله في أي محل ما بتخجل. صحيح. كويس. وهنا الدور بفتكر دور توعوي من الوزارة من المجلس، لأنه أصلا الليلة دي أبنائك ديل إذا بقى في واحد شذا بتجيبه. نعم. لازم تعالج الحاجة دي. صحيح. فالمسؤولية الآن كبيرة جدا. وما بنفي نفسنا من المسؤولية. كويس. لأنه يمكن يعني في فترة من الفترات الناس بتشوف الناس البعدين ديل ما بتكترس ليهم، لكن هندل الخطر القادم لو ما مسكتوا الدرب السليم بيكوا بلاك بغنوا. ايوه بيكوا بلاك. يعني ودي الهجمه اللي كانت في الفتره اللي فاتت. كويس. اديك مثال محمود عبد العزيز مثلاً. في بدايته ما هاجم هجوم عنيف جدا، نمروا عليه وتنمروا، وهو والصغير، لكن هو قادم. نعم. فاذا امنا بانه الجاي ده هيجي في محلي انا، لابد انه اخذ بيده، لابد انه انا اوعيه، لابد انه يعني اوريه اهميه الغنى. نعم. ودي مساله بتاع الدوله يا اخ محمد. خاطر قادم. بالضبط. الخطر قادم بالجد. يعني حقيقي. عماد ده انا الليله ما هخليك المره دي خاص ولا؟ والله يا اخي خليه يغنوا الخاص. طيب هو افضل لو غنيها خاص يكون افضل. نعم. عشان الهجوم صحيح، عشان تطلعك من السجن ده. بالضبط. بالمناسبة محمد، أنا عندي غنى كثير جدا مسجل في الإذاعة وفي التلفزيون سهرات، في حاجات كثيرة جدا خاصة وما بجيبوها، لكن ما بجيبوها يعني دي ما مسؤوليتي، دي مسؤولية الإعلام. مشكلة والله. أنا حاجاتي معناهم سجنوك. هم سجنوك كتار جدا بالمناسبة، كتار جدا الآن الناس مبدئين مسجونين. كويس. حاجات موجودة وهنا بتاع يعني أنا هسه الغنية اللي كان مشرف عليها أخونا جوار ما سمعتها صح؟ الأغنية ما بتعرف تكون سمعتها ذاتها، لكن أنا شاركت بها أنا ذاتي ما سمعتها الثقافة مهرجان الثقافة الرابع. أيوه. وكانت جابت المركز الثالث. نعم. برضو كلمات إسماعيل حسن والحان حسن بابكر. نعم. طيب بس نسمع شنو؟ فإن إحنا الزمن ما يداهمنا في الحوار بعد. نسمع أصله نادر. أصله نادر. كلمات برضو إسماعيل حسن. و الحان حسن بابكر. تمام. على إيقاع الدليب نسمع. We'll be right back.
قلبي والله شكرا شديد يا الله يديك العافيه. دليب الدليب وما ادراك ما الدليب استاذ حامد. لكن سؤال عرضي كذا سؤال خارج النص. حلمي بكر بيقدر يرقص مع اللي قاعده؟ ها؟ حلمي بكر؟ لا هو لا اخرين. ما يقدر. ولا السيره ولا التمتم ولا غيره. ودي عندها قصه طبعا. وطبعا لازم اقول الكلام ده والمحور ده انا ما بخليه خالص لانه هو المحور الترند هسه. نعم. انه حلمي بكر انا ما ادري اقول تطاول لكن في النهايه هو قال كلام واستبعد الناس من مهرجان كان ممكن نشارك فيه. بفنان او فنانه ونجيب للبلد دي جائزه يعني ونشارك زينا زي باقي الامم يعني لكن تعليقك مهم والله يا استاذ حامد. طيب اولا تحيه لكل الموسيقيين العرب وتحيه للشقيقه مصر. نعم. واعتقد انه اخونا الملحن حلمي بكر هو دار يعمل فرقه اعلاميه لانه اصلا يعني على المستوى الرسمي كلامه ما عنده وزن يعني علمي كلامه ده ها كلامه ده علمي ما عنده علاقه لا لا, لا علميه لا ذوقيه بالضبط لانه تزرع متخصص ونقدر لكن نعم. لكن دي ترسبات لشيء ما انا ما اعرف لكن يعني الكلام هو فرقة إعلامية نعم. وكأنه حس إنه هو غير موجود الآن في الساحة فبيحاول يعمل فرقة على أساس إنه يقول أنا موجود لكن بتقبل خطورة بتاعت الحاجة دي إنك أنت بتسيء لآخرين وبتقلل من مقامهم وبتقلل من وجودهم وبتقلل من ثقافة كاملة يعني بالضبط وبكل أسف
انه موضوع السلم الخماسي ده هو كانه هو حاس انه عايش في عالم براو. السلم الخماسي الان هو المسيد العالم. نعم. هو المسيطر على العالم ان كان على مستوى افريقيا وعلى مستوى اسيا وعلى مستوى جنوب افريقيا او حتى امريكا الشماليه واوروبا. نعم. كويس. الغنى في السلم الخماسي الان اخواننا المصريين منير محمد منير كثير من الاغنيات لوردي ولغيره. صحيح. ويكفي انه اغنيه الليله هذه قالوا تراث مصري. نعم. كويس. المغرب العربي. نعم. الجزائر. صحيح. تونس. كل تجي هنا كمان تجي موريتانيا كمان بالضبط. والصحراء الغربيه بالضبط. كلها يعني بالضبط. لكن انا يعني الشيء المؤلمني انه ليه هو اختار السودان ما دي هنا الليله السودان ما هو الدوله الوحيده اللي بتغني في السلم الخماسي زي قلنا الصين الهند غرب افريقيا يا حتى جيبوتي ذات وجيبوتي موريتانيا الصومال بالضبط كلهم في صحيح. في اتحاد كلهم في منظمه السلم الخماسي في الامه يسمى شنو هي الامم المتحده جامعه الدول العربيه العربي. آه. كويس نعم. فبالتالي انا مفتكر انه الموضوع ده ما يمر مرور الكرام صحيح. ده موضوع خطير جدا صحيح. وكونه يشير للسودان انه ما مفروض تشارك نعم يعني والله انا لما سمعت الحاجه دي اول حاجه يعني اندهشت وكنت متوقع رد لانه موضوع بتاع رد رسمي بالمناسبه ايوه رد رسمي صحيح. موضوع بتاع هويه بلد وموضوع بتاع سياده صحيح. بلد كويس فاستغربت انه في هجوم الناس كلها سكتت صحيح. اليوم الاول اليوم الثاني المفاجاه الامر انه وانا بشاهد في قناه العربيه يعني رد الدكتور انس صحيح والرد بتاعه رد انا حسيت انه زي رد بحذر او بتحفظ يعني او احتمال انه يكون الزمن ما سمح بتاع عموما ده موضوع كبير انا حاولت اختم به الحلقه دي مخصوص طبعا المجال لا يسع نعم لموضوع خطير زي ده هو موضوع خطير وبالضبط يعني موضوع يمس الهويه بشكل مباشر لكن ده موضوع يحتاج لحلقه كامله بالمناسبه للنقاش بشكل مستفيد عشان ما نحرق السؤال فنحن ايوه نوعد الناس بانه حيكون في حلقه كامله معك في اي مقبل الايام ونتكلم في الموضوع ده باستفاضه بالمناسبه ونشوف السلم الخماسي اللي بقينا زي النبزه ده يعني السلم الخماسي تحس بانها استجمه كده ولا شنو انا ما فاهم لانه شويه ميبي ثقافتنا الموسيقيه شويه وانا بتمنى انه يعني الان ان كانت الوزاره ان كان الهيئه الاذاعه والتلفزيون ان كان مجلس المهن ان كان حتى المجلس السيادي نتمنى والله انه الموضوع ده جدا نتمنى شكرا جزيلا موسيقار حامد جوار شكرا يا عماد يا اخي اللي كنت معنا في هذا الصباح شكرا لك يا ابو حميد وانا سعيد جدا انه والله التقت بكم وتكلمت من الاستاف الجميل ده تسلم وتاني حنتلاقى في حلقات اوسع ان شاء الله نغني فيها غناك الخاص اللي هو غنى عماد عبد الرحيم ان شاء الله ما غنى ما غنى الكاشف حنختم بالرسائل رسائل نختم برسائل أنا أحيي الناس في كل مكان على حسن المتابعة تقبلوا تحية كل الفريق العامل الناس القاعدين خلف الديسك القاعدين خلف الكاميرات شكرا سراج على إعداد هذه الحلقة نتلاقى إن شاء الله الاثنين الجاي لكن صباح الشروق يوميا خلوا بالكم من روحكم وابعدوا من المشاكل السلام عليكم يا الشوق وحنين
نايم الليل هاتوا قليل فارقني حبيب ألف سنين
معاي اسمع وناي اسمع وناي اسمع وناي مع صوت أنا يا مناي أطول حياتي أغني ليه